بيان عاجل من وزير الدفاع المصري بشأن الجيش المصري، ننشر التفاصيل حسب المتحدث الرسمي. وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وبيان عاجل ننشر التفاصيل. وفي صدمة كبرى، فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. وعاجل تفاصيل احتجاز حمو بيكا في مطار دبي الدولي. وبيان عاجل من الأرصاد الجوية، ننشر التفاصيل. وعاجل حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان قبل 24 ساعة على انطلاق اللقاء. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا، وبيان عاجل من وزير الدفاع المصري بشأن الجيش المصري يذيعه المتحدث الرسمي. أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ توقيع الجيش المصري العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسلح التي تدعم القدرات القتالية للجيش المصري. وأوضح أن توقيع العقود تم على هامش المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، والذي نظم في المدة من 29 نوفمبر ل 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالا مكثفا من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية، الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم الفعاليات الدولية العالمية تضاهي كافة الدول المتقدمة. وأعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض إيدكس 2021 في دورته الثانية، الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان، مما يرسل برسالة سلام مصر لكافة دول العالم. المصدر معنا كان من صحيفة المال، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وبيان عاجل. و ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 14 قطعة أثرية في منزل موظف بالإدارة الزراعية في مدينة كفر البطيخ. وذكرت صحيفة صدى البلد أن معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن دمياط تفيد بأن أحد الموظفين يحوز عدد من القطع الأثرية وقطع السلاح في منزله بمدينة كفر البطيخ. وأضافت أن قوة من المديرية داهمت المنزل وعثرت على خزانتين، الأولى فيها 8 قطع أثرية والثانية تحتوي على 6 قطع أثرية. النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط في الإدارة المركزية للمضبوطات والإحراز بوزارة الآثار. وقد أكدت الأخيرة أن القطع المضبوطة أثرية فعلا. النيابة قررت حبس المتهم فيه غين مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي صدمة كبرى، فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. وطالبت الفنانة المصرية عرفة عبد الرسول بتغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة لما يحدث في دولة تونس، وذلك على خلفية المشكلة في قضية الفنان رشوان توفيق. وكتبت عرفة عبد الرسول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أعرف ناس كتير متدينة باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدا، أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث. وتابعت عرف عبد الرسول: عشان عارف انها مش هتورث زي الصبيان، او لو خلف بنات بس بيكتب كل حاجة باسم البنات عشان ما تدخلش العيلة تزحمها على الميراث، ولو ما خلفش يكتب باسم مراته. ما شفتش حد ما بيعملش كده، طب مش آن الاوان نبقى زي تونس
نبعد الدين عن الدولة وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين. وكان الفنان المصري رشوان توفيق قد كشف عن أزمته مع بنته آية وزوجها ونجلها، موضحا أن بينهم قضايا وهو يثق في عدالة القانون. وقال توفيق خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة: أنا ما قصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي وما فيش غير كده. أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، ما فيش حاجة أملكها غير فضل الله علي سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يخرجني من هذه الدنيا آمنة مطمئنة. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاوز أعرف رأي حضراتكم فيما قالته الفنان عرف عبد الرسول، وماذا تريد؟ يعني هل الفنانة عرف عبد الرسول تريد تغيير شرع الله؟ أترك لكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل احتجاز حمو بيكا في مطار دبي الدولي. كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا تفاصيل احتجازه في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة بعد وصوله من السعودية لإحياء بعض الحفلات في الإمارات. وفي تصريح لموقع القاهرة 24 قال حمو بيكا موضحا: مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخول دبي، وبالفعل تم انتهاء الأزمة. نشير إلى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أعلنت إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في مصر لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في التعليقات تحت. هل أنتم مع قرار النقابة بوقف مطرب المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش عن الغناء في مصر أم لا؟ أترك لكم التعليق، ويعني متحمس جدا أقرأ تعليقاتكم. ننتقل مع بعض لخبر آخر معانا وعاجل، حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان قبل 24 ساعة على انطلاق اللقاء. نشر الصحفي المصري عصام شلتوت منشورا على حسابه في فيسبوك يفيد بوفاة حكم مباراة مصر والسودان المقررة اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب بكرة القدم. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسودان، حيث سيديرها النيوزلندي ماتيو كونجر، الاسم المختصر مات، ويعاونه ماكسيني تفيدا وبرنارد أليو كحكمي تماس وأندريس ماتياس كحكم رابع، فيما سيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو المساعد فار، ويعاونه كريستيان جيلتمان وكريستيان دينجرت وعبد الله الماري. وكتب الإعلام المصري أحمد شوبير على صفحته في فيسبوك: اليوم معلنا عن حكم المباراة المرتقبة، مات كونجير حكما لمباراة مصر والسودان غدا. ومن بعده كتب شلتوت: وفاة حكم مباراة منتخبنا غدا مع المنتخب السوداني. ويبدو أن المسؤول عن صفحة شلتوت في فيسبوك فهم الأمر بطريقة خاطئة بسبب اسم الحكم الذي يعني الوفاة باللغة العربية. ورد شلتوت بعد إثارة منشوره لكثير من الجدل والانتقاد والسخرية قائلا: عذرا اختلط على الأدمن الخبر السابق بشأن وفاة حكم مباراة غد، أنا عصام شلتوت أعتذر لكم، تحياتي يا أعظم جمهور. ورغم اعتذاره على فيسبوك خرج شلتوت ببث مباشر مكررا فيه اعتذاره، وأكد أن شابا كان يدير صفحته في يوم العطلة تسبب بهذا الخطأ الفادح. المصدر معنا من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الأرصاد الجوية لكل المصريين. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، وليلا يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة وأمطارا متوسطة
على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 45 ل 55، وارتفاع الموج من 2.5 ل 3.5 متر، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 21 درجة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهذا كان بيانا عاجلا من الأرصاد الجوية لكل المصريين. تعالوا ننتقل لخبر مؤسف، والبقاء لله، منزل ينهار وأدفن شقيقتين تحت ركامه. شهدت مدينة أسيوط المصرية حادثة أليمة بسبب انهيار منزل بقرية بني مجد، حيث توفت شقيقتان لم يتمكنا من الهروب وتوفوا تحت الأنقاض. في التفاصيل، تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد دائرة المركز، وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض، حيث انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور إلى المكان. وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق ملك بشكل كامل، فيما عملت قوات الحماية المدنية والإنقاذ على انتشال جثثي شقيقتين هامدتين من تحت الأنقاض، في حين أفادت التحريات بأن المنزل مشيب بالنظام القديم، أي مبني بالنظام القديم وبدون أعمدة. وفور شعور أصحاب المنزل بوقوع الانهيار لاذوا بالفرار للخارج عدا شقيقتين لم يتمكنا من الهروب، حيث هذا وتم نقل الجثتين للمستشفى المركزي مع استكمال رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويصبر يعني قلوب ذويهم إن شاء الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. منورني ومشرفني على قناة مصر ميديا IEB على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس الاسم، وتحية كبيرة لأبانوب خلفاوي المسؤول على المونتاج، وكان معكم إسلام مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.